رحم دكتور سمير صبري محمد، يعني جريمة بشعة راح ضحيتها الشابة ياسمين محمد جبرين عندما خرجت من قاعة الأفراح. ماذا يمكن أن تقول عن هذه الجريمة والجرائم الأخرى؟ نحن نقول كما قال رب العالمين لا حول إلا بالله العلي العظيم، الله يرحمها ويحسن إليها. طبعا يعني مفروض يعني محل قاعة أفراح هل يكون الأمر مفرح، للأسف الشديد امرأة لأبناء اثنين صغار تقتل، هذا يعني جريمة بحق المجتمع بأكمله. لذلك احنا جينا على الموقع هنا مشان نشوف، مشان نتحدث مع قائد الشرطة كله بالحرف الواحد، حان الوقت انه الكشف ونسبة الكشف عن جريمة ترتفع مشان يكون رادع للقطرة. يعني سيدات تقتل يعني قبل بشهر من أم الفحم من عائلة جعو، والآن أيضا الشابة من سكان مدينة أم الفحم. للأسف الشديد يعني اللي قاعدين يقتلوا سواء كان شباب شابات، هنا شابة طبعا نستنكر كل عملية قتل، مش مهم مرتكبها وكيف ارتكبها. للأسف الشديد حالة من الفوضى موجودة بالمجتمع العربي، حان الوقت انه الحكومة دول الشرطة تأخذ دور في هذا الموضوع. هل تعرف الشابة الضحية او العائلة؟ لا بعرفش، انا هسه انا عرفت بس مين الضحية ونسبها بالنسبة لها منين هي، انا هسه عرفت وانا بصدفة بعرف حياة سيدة. حملك كبيرة، شو بتقول اخر كلام؟ انا بقول يعني لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، هاي واحد. اثنين بنقول انه يعني حان الوقت انه الشرطة تكون بواجبها، وحان الوقت برضو احنا كمجتمع نكون بواجباتنا تجاه انفسنا، تجاه ابنائنا، تجاه بناتنا، ويعني ضروري جدا ابنائنا وبناتنا يرجعوا لرب العالمين لدينهم لمجتمعهم.